بتحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك واحدة عشان انا ما اضيع. ازيكم حلوين؟ النهاردة حنتكلم عن ناس بقى في منهم كتير قوي قوي، بقوا اكتر من شعر راسي. حنتكلم عن المصلحجين. يعني مثلا تتعرف عليه وتضحك عليه بكم كلمة حلوين وهو يقع في غرامها في مدة ساعتين، ويبقى يا عيني زي الخروف معاها بس بدون عينين، وهي مقضيها مهيصة ومقيصة وتعرف غيره 50، وهو عارف انها بتستغله بس مكبر دماغه وعامل فيها مسكين، ومشتغله في الهدايا، اشي روي لوكس واشي فاين دي واشي اساور طز. طز دي اللي فيها دبدوب، عارفينها؟ وبتشتغلوا في اي حاجه بقى ان شاء الله، حتى مسكره مايبيلين، واشي دفع فواتير موبايلات وفواتير مطاعم، ومش ليها بس، للقبيله كلها حتى الخدامين. هو يعني فاكرينه كده بيدفع لها كده لله يا محسنين؟ لا، ده بياخد مصلحته منها بحاجه تانية، بس خلينا ساكتين. على صعيد اخر في كمان يا عيني بنات مستغلين، عماله يا عيني تدور على حب لين ربنا وقعها في واحد من المصلحجيين، بيضحك عليها وياخد كل فلوسها ومعشمها بالجواز وانهم هيجيبوا طفلين، لا وكمان قايل لها اساميهم، واحده اسمها مصيبه والتاني اسمه مصيبتين، ومشتغلها بقانون الاستعطاف. شفت حاجة يا حبيبتي في المحل الفلاني بس قالولي هتيجي بعد شهرين، نفسي فيها يا حبيبتي، وكمان معاها جزمتين، وتروح الحمارة تشتريها له وتقوله سرب رايزي بيبي، وتبقى المفاجأة مفاجأتين، مفاجأة انها خلصت فلوسها، والتانية انها شافته قاعد مع نسرين، ويا عيني قاعدة تحب فيه وعايشة خيالات مع نفسها، ولا كأنه أهله جايين يخطبوها يوم الاتنين، وهو عمال يسبل لها في عينه ويقول لها بحبك ومطلعها السما فوق، بس اصبروا هيخبطها في الأرض ولا كأنها واقعة من دور الأربعين. الصنف ده أقول له إيه بقى؟ بس اسمعوا الشاعرة سلوان عايزة تقول لها كلمتين. قال أبوها بكرة زوجك يسندك والخير يزيد، ومسكينة كبرت وهي تردد، الرجل يعني سند، الرجل يعني سند. والضعيفة حبت فلان وماتت في حبه أكيد، لين عطته كل فلوسها ونسي يعطيها السند. هقولكوا إيه بقى بعد كلامها؟ بس أنت خليك راجل وحافظ على فلوسك، ما تصرفهاش على البنات المتنيلين، أهلك أولى بفلوسك، رضا الوالدين. وانتي الحب ما ينبعش بفلوس يا حبيبتي، حاسبي على فلوسك وعرفي قيمة نفسك، لما قالولك اشتري راجل مش بالفلوس، بالأخلاق والرجولة. وحط الكلمة دي حلقة في ودنك وقولي مس إلهام قالتها، الراجل الصح ما ياخدش من بنت فلوس. جت كونيلة. يوم شفت شين الطبايع حبيت راس الخيانة، واكتشفت إن الخيانة نقطة في بحر المصلحة، يستغلك في العطايا وانت تعطي بكل أمانة، وقلبك اللي كان يعطي ودك إنك تذبحه. ما هو ذنبي إني كريمة وربي المعطي عطانا، كنت أدري بالنوايا وما كان ودي أفضحه. الله لا يبلي عبيده والحمد للي ما ابتلانا، وحاعتبر اللي عطيته زكاتي للي ما استحى.